الفنان فيصل علوي، نعم. وأنت ابن هذا التراث الساخر الجميل، نعم. ما هو التطوير اللي أدخله فيصل علوي إلى هذا الفن في ألحانه؟ أنت هل أدخلت بالفعل تطوير يذكر ويمكن تمييزه عن التراث؟ ممكن أعطيك لحنين مش لحن لتأكيد الكلام. الأول تقول فراشة، شوف تصويرا، فراشة أوعدت زهرة وجت في وعدها المحدود، وهل في الحب أجمل من وفى الميعاد للموعود؟ الله. حكت للزهر فرحتها فأدمت قلبي المشدود، ومصت شهدها الحالي فكان المشهد المشهود. الله. كلام لمن الكلام؟ كلمات الأستاذ عبدوه علي أغوت وألحني، بس هي صيغة جديدة في أسلوب جديد في معناه، أسلوب جديد يعني. ليس في الأغنية اليمنية، إنما حتى في الأغنية العربية تحصل أيضا. شوف الزهرة ذي كيف توعد، وقت الفراشة كيف عدت الزهرة، يقصدك أنه أنت يا بني آدم توعد وتكذب يعني. صح، بس إنما على لغة بهذا المعنى. أيوة على لغة. نعم. فراشة وعادت زهرة وجدت في وعدها المحدود، وهل في الحب أجمل من وفى الميعاد للموت؟ وفى الميعاد للموت. حكت للزهر فرحتها فأدمت قلبي المشدود، ومصت شهدها الحالي فكان المشهد المشهود. لهذا فاضت أشجاني وأنا يا عمر أضناني، يوحدني وينساني وخلى خاطري منكود، خلى خاطري منكود. هذا لحن واحد، توعدنا بلحنين يعني. نعم.